متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة عن الشاحنات. هنتكلم النهاردة عن شاحنات مرسيدس أكتروس ام بي 4. طبعا هنتكلم النهاردة عن الكان باص، وهنتكلم عن الدائرة الكهربية للشاحنة بالكامل. فلو انت مش مركز معانا مش هينفع تتابع الفيديو، لازم تكون بكامل تركيزك مع الفيديو، لان احنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهنتكلم في حاجات هتحتاج بعض الأحيان إن أنت ممكن تكتب معانا عشان تتعلم. فالموضوع بتاع الحلقة النهاردة مش موضوع ينفع يتسمع في مواصلات أو أنت ماشي على الطريق فأنت بتشغل فيديو كده دردشة، لا، الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا وفي تأسيس للكهرباء الموجودة في شاحنات ام بي 4. هنتكلم عن الكنترولات بجميع أنواعها الموجودة في الشاحنة، وهنتكلم عن الكام باص. الكام باص المختلفة زي ما انتم عارفين طبعا شاحنة اكتروس ام بي 4 فيها كمية كنترولات غير عادية، يعني حاجة اوفر صراحة، يعني تقريبا 40 كنترول في العربية، لو تقريبا كل حساس راكب له كنترول معايا يعني. والكام باص كمية كام باص 13 كام باص موجود في العربية عندي. فالنهاردة هيبقى الموضوع دسم شوية ومحتاج تركيز جامد جدا، محتاج ان انت تبقى صافي معاك فنجان القهوة بتاعك كده والكشكول ولا الكراسة اللي بتكتب فيها وتدون، وهنترجم مع بعض ونبسط الدنيا خالص في الإلكتروس ام بي 4. هنبدأ مع بعض إن شاء الله بالكائنات الموجودة عندنا، ونوضح كل كائن بتتحكم في إيه أو بتربط إيه بإيه، وهنتكلم عن معاني الكنترولات اللي إحنا شايفينها قدامنا. بسم الله نبدأ بكنترول اللي هو الكائن واحد. زي ما إحنا شايفين طبعا الكائن واحد، الكان واحد زي ما احنا نبهنا او قلنا في الحلقات السابقة. يعني ايه كان؟ الكان باص دي وسيلة لنقل الداتا وشير الداتا، او اللي هو ترانسفير داتا بتوين كنترول يونتس. يعني انا وظيفتها نقل الداتا بين الكنترولات المختلفة، ملهاش دعوة بالحساسات ولا الكلام ده خالص، هي بتنقل داتا بين الكنترولات المختلفة، بحيث ان انا لو عندي داتا في كنترول الاف ار ومحتاجها كنترول تاني الام ار بتروح له من خلال الكان باص. هنا طبعا انسى كل الكنترولات اللي انت شفتها في الام بي 1 و 2 و 3، النهارده كنترولات مختلفه تماما، مسميات ما فيش اي تشابه بينها وبين الاكتروس الام بي 2 او 3 او 1. كانك بتتعلم من اول وجديد في الاكتروس. نبدا بكان واحد زي ما احنا قلنا. عندنا كان واحد في اول حاجه اس سي اتش. اس سي اتش ده كنترول او اي 8، زي ما نرمز ليه اي 8، ده كنترول اسمه الفريم سيجنال موديول او فريم سيجنال اكتويشن موديول. ده بيطابق اللي هو كنترول الاتش ام عندنا في الموديلات القديمه. يعني اول ما اشوف الاس سي اتش بيقوم بنفس وظائف كنترول الاتش ام، التحكم في الانوار الخلفيه، وطبعا اللي هو بيعرض تيل الفرامل، قراءه تيل الفرامل في الجزء الخلفي، وحساس اللي هو بتاع عوامه الجاز. هو الاتش ام الاس سي اتش ده بيقوم مكان ال HM في الكنترولات في العربيات اللي هي الأقدم شوية اللي هي ال MB3 وال MB2. في عندنا حاجة اسمها A26 اللي هو CLCS. ال A26 CLCS ده Level Control Unit، Level Control Unit، وده بدوره مسؤول عن التحكم في مستوى الشاحنة طبعا اللي هي الإرب، أو الشاحنة بتاعتي إرب هواء، فده بيتحكم في مستوى الشاحنة طبعا، بيخدم عليه مجموعة من الحساسات والبلوف. عندنا حاجة اسمها BESO اللي هو A33، ده خاص بالبطارية، فصل البطارية أو سكينة بتاعت فصل الكهرباء من خلال البطارية، بنسميه Battery Disconnect Switch، Battery Disconnect Switch اللي هو الـ A33 اللي عندنا في الكائن واحد. عندنا في حاجة اسمها A34 ASA، ده حاجة اسمها Additional Steering Axle، Additional Steering Axle Control Unit، ده خاص بيه لو عندي في محور اضافي للتوجيه او الدركسيون. زي ما احنا عارفين طبعا بعض العربيات بيكون في محور اضافي كده الخاص بيه تابع للدركسيون. هنا في الاكتروس ام بي 4 عاملين كنترول خاص يتحكم في الستيرنج ده او في المحور الاضافي للتوجيه او الدركسيون، اسمه اي 34 او اي اس اي. عندنا كنترول اسمه اي بي يو، ده كنترول خاص بموزع الهواء، بيسموه الكترونيك اير بروسيسنج يونت، الكترونيك اير بروسيسنج يونت، ده طبعا اللي هو بيكون عند الفلتر المجفف بتاعي بتاع الهواء، وده مسؤول عن توزيع الهواء في دايره الهواء المضغوط بتاعي او دايره الهواء في العربيه. كل دول متوصلين بكان واحده اسمه كان واحد او كان 1، متوصل على حاجه اسمها سي جي دبليو. سي جي دبليو ده حاجه اسمها سنترال
جيت واي سنترال كنترول يونت، سنترال جيت واي كنترول يونت. ده بالظبط هو الجي ام عندنا هنا في العربية، يعني بيقوم بوظائف الجي ام في العربيات الآدم. ده بالنسبة لكان 1. ناخدهم بالترتيب وندخل على كان 2. كان 2 عندنا فيها مجموعة كنترولات أكبر شوية. نبدأ بين التي سي سي اللي هو الكنترول اللي في الجنب الشمال ده، اسمه تي سي سي أو A9 أو A9. التي سي سي ده اسمه تراك كنترول سنتر، تراك كنترول سنتر. وده باختصار هو ده يعني الكاسيت، يعني هو الكاسيت بس هو عامل له كنترول مسميه كنترول الشاحنة أو تحكم في الشاحنة. هو الكاسيت التي سي سي ده هو الكاسيت أو A9. في عندنا كنترول اسمه الام اس اف، زي ما هو طبعا ده ممكن يكون من الحاجات القليلة لنفس المسمى الام اس اف. طبعا هو اللي كان موجود عندنا في الاكتروس الموديلات الاقدم شوية الام بي 3 والام بي 2. ده برضو اللي هو زرار الانتظار او بيسموه موديولار سويتش بانل، موديولار سويتش بانل او اللي هو الاي 43. في عندنا كنترول تاني اللي هو الاس ار اس الاي 40 اللي هو السبلمنتال ريستورنت سيستم. السبلمنتال ريستورنت سيستم ده خاص بالكرسي بتاع السواق، يعني عشان ايه يعني التحكم في كرسي السائق عاملين له برضه كنترول خاص بيه اسمه سبلمنتال ريستورنت سيستم او اي 40. تمام. في عندنا حاجه اسمها اي اي اس، اي اي اس ده الكترونيك اجنيشن لوك، اللي خاصه بيه ان هو يعمل لوك على الكونتاكت. برضو يعتبر يعني مش كنترول بالمعنى الأصح، هو زي حاجة كده بتتحكم في الكونتاك، لكن هو مسميها كنترول أو S1 ignition electronic ignition lock. تمام. يرمز لها بـ EIS. ده برضو معانا على الكان 2. في حاجة اسمها ATA anti-theft alarm control anti-theft alarm system، برضو ده كنترول خاص بمنع السرقة أو الإنذار عند حالة السرقة، عامل لها برضو كنترول اسمه انتي سيفت الارم سيستم A6. في دي سي ام دي ده اللي هو كنترول باب السواق اللي احنا كنا عارفينه بتي تي ام اف. طبعا كل الاسماء دي يعني خلاص مختلفه تماما هنا، بس يعني لو في فرصه ان احنا ننبه ان ده يعادل كذا في الموديلات القديمه فده بيبسط شويه المعلومه. فده عندنا دي سي ام دي اللي هو درايفر دور موديول، درايفر دور موديول اللي هو تي ام اف في الموديلات القديمه، ويرمز لي ب A16. تمام. في عندنا دي سي ام بي بقى الناحيه الثانيه بقى، ده كنترول باب التباع او الباسنجر دور موديول اللي هو A17. في عندنا حاجه اسمها سي اس سي اي، ده كنترول اللي هو خاص بالانوار اللي هو الاماميه والاشارات والكلام ده، ده يعادل كنترول الاف ام في الموديلات الاقدم. تمام. وفي عندنا كنترول طبعا اتش فاك بالمسمى بتاعه كده 12 A12 بي، ده كنترول الاتش فاك اللي هو طبعا خاص بالتكييف اللي هو هيت الهيت فنتليشن اند اير كونديشننج، ده الكنترول المسؤول عن التكييف. طبعا هنتكلم بقى في الحاجات المتوصل بيها بس لما يجي وقتها اللي هو كان 5 اتكلمنا عن. وطبعا ده كل الكنترولات دي متوصله من خلال كان 2 لكنترول الجي ام او السي جي دبليو كنترول او سنترال جيت كنترول يونت. تمام. جيت واي كنترول يونت. ده الكان 2، ده كلامنا كان عن الكان 2. ندخل على الكان 3. كان 3 نبدأ ب كنترول اللي هو البي اس ام او A22. طبعا كنترول بي اس ام برضه من الكنترولات اللي نفس المسمى في الموديلات الاقدم اللي هو كنترول اللي هو التجهيزه او البارامترايزابل بارامترايزابل اللي هو سبيشال موديول، بارامترايزابل سبيشال موديول خاص بالتجهيزه او اللي هو الجزء المرفق بالشاحنه. هو معلش الاسم بس يعني معقد شويه، هي بارامتر بعدين بنحط لها اي اس اي ال بي اس بي ال او اي اس بارامتر باي اي زد اي بي ال اي. طبعا كلنا عارفين ان الكنترول ده كان مسؤول عن طرمبة الرفع مثلا لو في عندنا قلاب او التجهيزة بتاعت خلاطة او اللي هو مضخة خرسانة اللي هو الاي 22. عندنا حاجة اسمها بي 66 اللي هو اس اي اس، ده خاص بحساس الدركسيون اللي هو الستيرنج ويل انجل، ستيرنج ويل انجل يعني زي ما احنا شايفين الاختصار بتاعه ستيرنج ويل انجل سنسور، خاص بيه اللي هو زاوية الدركسيون، حساس زاوية الدركسيون. في عندنا حاجة اسمها A35
اللي هو تي بي ام، اللي هو التاير بريشر مونيتور، خاص بضغط الكاوتش، يعني بيعرض ضغط الاطارات اللي عندي، بيعرض ضغط الاطارات. في عندنا كنترول الاي بي اس، الاي بي اس في منه جايب لي في حاجه اسمها اي 10 بي واي 10 سي. زي ما اتكلمنا طبعا قبل كده عن بلف الدوسه، قلنا في نوعين، في حاجه اسمها كنور وفي حاجه اسمها بامكو. دلوقتي برضو في كل الكنترولات او اغلب الكنترولات اللي احنا هنتعامل معاها برضو هتلاقي في الشركه نفسها منزله كود للوابكو وكود للكنور. فيقول لك كنترول الاي بي اس طبعا اللي احنا عارفينه اللي هو الكترونيك بريك سيستم، في منه اللي هو الاي 10 بي اللي هو الوابكو، واي 10 سي اللي هو تصنيع شركه كنور. عندنا في حاجه اسمها اي 10، ده كنترول تاني اسمه اي 10، ده اللي هو انتي لوك بريك سيستم، تابع برضو للفرمله نظام الفرامل. في عندنا حاجه اسمها في ار دي يو، في ار دي يو ده اللي هو الكنترول، حاجه اسمها ايه درايفر اسيستنت سيستم، يعني حاجه كانه ايه مساعد السائق او نظام مساعد السائق. هو دايما بيبقى مرتبط اكتر بنظام اللي هو الرادار والكلام ده، وان هو ايه توجيه الشاحنه طبعا لو في خط اللي هو زي ما احنا قلنا نظام الاصباغ واللان والكلام ده. ده الفي ار دي يو، نظام اللي هو مساعد السائق اي 53. وطبعا البي 1 اللي هو التي سي او او التاكو، هو اللي هو معروف عندنا كلنا اللي هو التاكو جراف. والاي سي يو سي، الاي سي يو سي اللي هو الاي 1 اللي هو الانسترومنت كلاستر، او اللي هو الشاشه بتاعتنا. طبعا يعني في بعض الرموز هنلاقيها متشابهه مع الموديلات القديمه، والبعض الاخر هنلاقيه مختلف تماما. ندخل على كان 4، يعني احنا دلوقتي يعتبر اتكلمنا في الكميه الاكبر، هندخل ان شاء الله يعني الجزء الباقي ابسط شويه، لان خلاص تقريبا احنا خلصنا اغلب الكنترولات. لكن مهم جدا نتابع للاخر عشان تعرف الدايره كلها ماشيه ازاي بالظبط، ما تاخدش جزء وتسيب جزء. بالنسبة لكان 4 عندنا بتجمع بين مجموعة من الكنترولات، 4 كنترولات زي ما احنا قلنا، بس يعني حبينا ننبه عن كان 3. الكان 3 بتوصل المجموعة دي كلها ببعضها، وبتوصلهم بالجي ام او السي جي دبليو السنترال جيت واي، وبتوصلهم باللي هو السي بي سي، السي بي سي اللي هو بيقوم مكان الاف ار. تمام، السي بي سي اللي هو بيقوم مكان الاف ار بنسميه درايف كنترول، برضو زي ما كنا بنعرف هناك الاف ار بالدرايف كنترول، برضو السي بي سي عندنا اسمه درايف كنترول. هندخل على الكان 4 اللي هي بتوصل مجموعه من الكنترولات ام سي ام، اللي هو بنرمز ليه برمز اي 4. ام سي ام ده اللي هو الانجن مانجمنت كنترول، يعني كنترول المكنه، اللي هو كان يشبه هناك الام ار. عندنا حاجه اسمها تي سي ام اللي هو الاي 5، ده اللي هو طبعا زي ما احنا شايفين دي الكان 4 اللي احنا بنتكلم عنها. الام سي ام الكنترول المكنه، ده تي سي ام كنترول الفتيس او ترانسميشن كنترول موديول اي 5. وفي عندنا ار سي ام اللي هو ريتاردر كنترول موديول، وعندنا الاي سي ام اللي هو حاجه تخص نظام البيئه اللي هو اسمه اكزهوست، اكزهوست افتر تريتمنت كنترول يونت، اللي هو خاص بمعالجه العوادم ومعالجه خاص بنظام البيئه اللي عندي في الشاحن. فالكان 4 بيجمع بيوصل الكنترولات دي كلها ببعضها، بيوصلهم بال A3 اللي احنا قلنا عليه الدرايف كنترول، اللي هو بيعادل ال FR في الموديلات الأقدم، ده لغاية الكان 4. هندخل بقى بالترتيب برضو على الكان 5. الكان 5 بتوصل الاتنين كنترولز مع ال HVAC. الكنترولز دي ITH وال IAC. ال ITH ده حاجه خاصه بالسخانات الاضافيه، حاجه اسمها تراك اكزولاري هيتر، تراك اكزولاري هيتر اللي هو الاي تي اتش، تراك اكزولاري هيتر سخانات اضافيه. والاي اي سي ده اللي هو برضو خاص بالاير كونديشننج، بيسموه ستيشنري الاير كونديشننج يونت او النظام المركزي للتكييف. دول مرتبطين بكان للاتش فاك كنترول يونت اللي احنا قلنا عليه. دي بالنسبة لكان 5. طيب بالنسبة لكان 6، كان 6 متشعبة شوية. كان 6 مرتبطة بنظام الفرملة، بتربط الـ EBS عندي بمجموعة من الأجزاء الخاصة بها، يعني يعتبر هي الـ EBS أو الكان 6 مرتبطة بنظام الفرامل. الكان 6 بتربط كنترول الـ EBS اللي هو بتاع الفرامل اللي احنا قلنا عليه الإلكترونيك بريك سيستم بالأجزاء دي، في منها A و B و C ودي. ناخد اول حاجه رقم A اللي هي A20، طبعا هنا زي فين A20 و A20A، A21 و A21A.
وايه 25 وايه 25. هو الاي 20 هو نفس المكون اللي هو الاي 20 اي، لكن الفرق بينهم ان هو اللي هي بدون اي دي، ده اللي هو المصنع اللي هو لو تصنيع شركة وابكو، لو في اي، لو في حرف اي يبقى تصنيع شركة كنور، تمام. يبقى الاي 20 اللي هو او الفرونت اكس اكس المودريتور، يعني هنا عندنا حاجة اسمها الفرونت، هناك في الموديلات القديمة كان في رير اكس مودريتور اللي هو خاص بالفرامل الخلفية، مفيش فرونت، لا هنا في حاجة اسمها فرونت اكس مودريتور اللي هو ايه الاي 20. لو تصنيع شركة وابكو هيبقى اي 20 بس، لو تصنيع شركة كنور يبقى اي 20 ايه. طب في عندنا ايه 21 اللي هو ايه اللي هو الريل اكس موديليتور، الريل اكس موديليتور لو ايه 21 بس يبقى ده تصنيع شركة وابكو، لو ايه 21 ايه يبقى تصنيع شركة كنور. طبعا دول متوصلين بكان من الكنترول، وهما الاتنين متوصلين بكان مع بعض اسمها كان 6 سي. وفي عندنا ايه 25 وايه 25 ايه. ايه 25 ده نظام خاص بالاستابيليتي او حفاظ على اتزان الشاحنة، نظام اسمه الكترونيك ستابيليتي بروجرام، خاص ب يعني الفرملة مع حفاظ على مستوى الشاحنة او اتزان الشاحنة، مرتبط برضو بكنترول الفرامل. في برضو عندنا انواعين منه ايه 25 وايه 25 ايه، زي ما احنا عرفنا الايه 25 تصنيع شركة وابكو، والايه 25 ايه تصنيع شركة كنور. وبكده نكون يعني وضحنا المحتوى الخاص بالايه الكان 6. ندخل بعدين على الكان 7 اللي احنا شايفينها هنا عندنا. الكان 7 مرتبطة بكنترول البي اس ام اللي هو اللي قلنا عليه الاسم الغريب شوية ده، باراميترايزابل كنترول يونت 100 اكس 102 بوينت 15 اللي هو 102 15، تمام. ده خاص بالتريلر سوكت او السوكت بتاع التريلا، السوكت بتاع التريلا واخد من الكنترول ده. السوكت بتاع التريلا فيه عندنا نوعين، في واحد 15 بينا وفي واحد 7 بينا. لا الاكس 102 15 ده اللي هو السوكت اللي هو التريلر سوكت اللي هو ال 15 بينا. في عندنا اللي كان 8 برضو واخده من كنترول البي اس ام لحاجه اسمها اكس 910 اللي هي دي حاجة فيشة خاصة بالكهرباء بتاع الجسم بتاع الشاحنة، أو بيسموها electrical connector for body manufacturer، electrical connector for body manufacturer، تمام. ده بالنسبة كان 8. في عندنا كان 9 و10، في 9 دي 9 وفي 10، تمام. عندنا كان 9 طبعا بتربط بين كنترول ال A2 اللي هو السنترال جيت واي اللي قلنا عليه بيعادل الجي ام، مع تو كومبوننتس او بتربطه بجزئين اللي هو ال A30 وال X167 12. ال A30 ده حاجة اسمها الفليت بورد كنترول يونت، ال A30 فليت بورد كنترول يونت ده الكنترول الخاص بيه اللي هو نقل الداتا بتاعة العربية وموقعها لمكان المتابعة أو مركز المتابعة من خلال طبعا نظام الجي بي اس والجي اس ام اللي هو بيكون من خلال الشريحة بتاعة الموبايل الموجودة في الجهاز، نظام اللي هو نقل الداتا من الشاحنة لمركز المتابعة بتاعي. والاكس مية اكس 167 ده اكس 167 و12 ده الكونكتور بتاع نظام الفليت مانجمنت أو في نظام المتابعة. بالنسبة للكان 10 اللي احنا قلنا عليها، كان 10 بتاخد برضو من كنترول الجي ام لحاجة اسمها اكس 100 بوينت 16 او اكس 100 بوينت 16، دي حاجة اللي هو السوكت بتاع الدياجنوستيك او الفيشة بتاع جهاز الاعطال. الفيشة بتاع جهاز الاعطال بتبقى واصلة بكان 10 لكنترول الجي ام. ده بندخل على 11، في عندنا كان 11 اللي هي دي واخدة من كنترول البي اس لحاجة اسمها اكس 103.7 اللي هي الاي بي اس تريلر سوكت، يعني في اللي هو السوكت بتاع البي اس اللي بيوصل للتريلا. طبعا احنا عارفين ان في فيشة للتريلا بتوصل تحكم في الفرملة من خلال كنترول بي اس، معناها اللي هي الاكس 103.7 اي بي اس تريلر سوكت، ودي بتكون 7 بينا واصلة بكنترول بكان 11 لكنترول البي اس بتاعي. طيب في عندنا كان 12 واصلة من النظام اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدرايفر اسيستنت
اسيستنس سيستم اللي هو واصل بيه حاجه اسمها ار دي اف. الار دي اف اللي هو الرادار او الفرونت رادار، فرونت رادار سنسور كنترول يونت. طبعا زي ما احنا عارفين ان هو مش كنترول يونت بمعنى الاصح، هو الرادار اللي بيكون في مقدمه الشاحنه، لكن الشركه بتعبر عنه بفرونت رادار كنترول سنسور كنترول يونت. ده بيتوصل بيه كان 12 لنظام اللي هو درايفر اسيستنس كنترول يونت. في عندنا اخر كان معانا اللي هي الكان 13 اللي هي بتربط ال A16 سوري ال A60 اللي ال ACM بمجموعة من الكنترولات. طبعا ال A60 اللي احنا قلنا عليها، ال ACM ده نظام اللي قلنا معالجة العوادم او نظام البيئة او ال Exhaust After Treatment System، مرتبط بثلاث كنترولات فرعية مرتبطة بيه اللي هي A57 و A58 و A70. A57 اللي هو حاجة اسمها اللي هو ال ATU، 57 ده نظام حاجة اسمها ال EATU Output Nox Sensor، خاص بالنوكس سنسور الخارجي اللي هو حساس السنسور. في طبعا في عندنا اتنين حساسين سنسور نوكس سنسور في الشاحنة، في واحد منهم بيبقى في بيتحكم فيه عن طريق حاجة اسمها ال Output اللي هو ال A57 ده، وال Input اللي هو 58، الانبوت سير اللي هو 70، هو الاثنين دول مرتبطين بالنوكس سنسور. ده الاوتبوت وده الانبوت، الاثنين دول مرتبطين بالنوكس سنسور. وال 58 حاجه اسمها الاس سي ار كنترول يونت، وطبعا دي احنا كنا بنتعامل معاها في الموديلات اللي هي الام بي 3 القديمه. وبكده يكون يعني عرفنا يعني بصفه عامه وشامله لكل الكنترولات الموجوده في الشاحنه والكام باص، يعني ايه الكنترولات المتوصله ببعضها، بحيث ان انا لو عندي مشكله اعرف ايه متوصل بايه، ما يبقاش الدنيا كلها تايهه معايا. وان شاء الله هنحاول في فيديوهات جايه نعرض بقى شكل الكنترولات دي، كل كنترول شكله ايه بالظبط ومكانه فين في العربيه. ما تنساش طبعا لو اول مره تتابعنا تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس، وطبعا دوس لايك عشان يعني تدعم القناه يعني، وشير في كل مكان عشان تنشر المعلومه، سواء على جروب على فيس على تويتر على اي مكان الناس ممكن تستفيد منه. وإن شاء الله انتظرونا الفيديو الجاي، إن شاء الله هنحاول نتكلم عن الكنترولات بصفة متوسعة شوية، نجيب كل كنترول شكله إزاي بالظبط ومكانه في الشاحنة ووظيفته إيه. ولا إن شاء الله يعني ممكن يكون في خلال، ممكن لو عرفنا يبقى النهاردة أو بكرة بالكتير إن شاء الله يكون الفيديو ده متاح على القناة. لو في طبعا في بعض الناس بتشتكي إن هو الإشعارات ما بتوصلش، يعني مفيش إشعار بيجي بالفيديو اللي إحنا بننزله، فإحنا بنحاول إن إحنا دايما كل يوم يكون فيديو. فأنت ممكن تدخل